السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. نذكر فقط أننا في فصل الخريف، وفصل الخريف كما تعلمون هو فصل الأمراض، وفصل الأنفلونزا، وفصل الزكام، وفصل الإصابة بالبرد، نزلات البرد، وفصل الحساسية، الحساسية للرطوبة المرتفعة، والحساسية كذلك للبرد، انخفاض الحرارة. لماذا؟ لأن المناعة تنخفض في فصل الخريف، وكنا قد تكلمنا عن المناعة حسب الفصول في حلقات سابقة. فالمناعة تنخفض إلى أدنى مستوى في فصل الخريف، ثم تستقر شيئا ما في فصل الشتاء، وتبدأ في الارتفاع آخر فصل الشتاء لتصل إلى أعلى مستوى في فصل الربيع. في فصل الربيع تكون المناعة في أعلى مستوى. فنحن الآن نمر يعني بفصل بارد، ويجب أن يحتاط الناس من البرد، وأن ينتبه الناس للأطفال في الليل أثناء النوم. يعني أن تنتبهوا للأطفال في الليل أثناء النوم، لأن الحرارة في الليل يعني تنخفض. فربما يصاب الناس بزكام عادي، يعني زكام دائما يكون في فصل الخريف، وكان الناس دائما يصابون بزكام في فصل الخريف. وفصل الخريف هو فصل الزكام، يعني هو فصل الأنفلونزا. فربما يصاب الناس بزكام عادي، أو يعني نزلة برد عادية، ويعني ربما يرتبك. فيعني فقط يعني ألا يرتبك الناس، لما يصاب بزكام فربما يكون زكام عادي طبعا، فيعني ألا يرتبك الناس وألا يخافوا من أي شيء إن شاء الله. فقط نذكر، ودائما نذكر، لأن هذه أشياء تكلمنا عنها يعني من قبل، لكن دائما نذكر، لما لا؟ فهناك مواد غذائية تسخن الجسم نحتاجها في فصل الخريف، وهناك مواد غذائية تنعش الجسم نحتاجها في فصل الصيف. في فصل الصيف نحتاج أملاح وفيتامينات وماء، يعني الأملاح مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم كذلك، والفيتامينات مثل فيتامين سي، وهي الموجودة في الفواكه، والفواكه تكثر في فصل الصيف. وهكذا خلق الله الكون، هكذا خلق الله التوازن. في فصل الصيف نحتاج منعشات، أشياء تنعش الجسم، الماء والأملاح والفيتامينات، مضادات للأكسدة كذلك. في فصل الخريف نحتاج يعني مكونات غذائية تنشط الجسم، تسخن الجسم. ولما نقول تنشط الجسم، تنشط الدورة الدموية، وتنشط النظام الهرموني كذلك، النظام الهرموني، لكي لا يحس الناس ببرد وبرعشة. فهناك مواد غذائية، يعني في فصل الصيف نركز على الفواكه والخضر، فواكه على الخصوص والماء. في فصل الخريف نركز على البذرات وعلى التوابل، البذرات والتوابل مرتين. البذرات هي الحلبة والحب الرشاد، كذلك حبوب الكتان والسمسم واليانسون والشمرة، وحبوب الكزبرة والكروية. هذه الأشياء نركز عليها في فصل الخريف، فهي تستهلك الآن في فصل الخريف. تسخن حب الرشاد، حب الرشاد من البذرات يعني التي تستهلك في فصل الخريف وتنفع كثير، حتى الأطفال يستهلكوا حب الرشاد. والكمية حب الرشاد هي شيء بسيط، يعني نصف ملعقة صغيرة في الأكلة، يعني في الوجبة بالنسبة للعائلة كلها، أو حتى يعني إذا كان 6 أشخاص الوجبة كلها تكون فيها ملعقة كبيرة من حب الرشاد بدون أي مشكل. فهذه البذرات لأنها تحتوي على الفيتوسترول والفيتوستروجين، والفيتوستروجين نحتاجه لتنشيط النظام الهرموني. ولاحظوا أن النساء لا تحس بالبرد مثل الرجال، البرد يؤثر على الرجال أكثر من النساء. لماذا؟ لأن النظام الأستروجيني عند النساء نظام نشط، ويعني هذا هو الفرق. فالنساء جسم المرأة فيه شحوم أكثر من جسم الرجل، هذه الشحوم طبعا هي تقي من البرد، وكذلك النظام الهرموني عند النساء. نحتاج هذه البذرات في فصل البرد من الآن في فصل الخريف. ثم كذلك التوابل، وتلاحظون التوابل لما تستهلك توابل فتحسون بأن الجسم يعني الحرارة ارتفعت، يعني ساخن، مثل الزنجبيل والخلنجان والقرفة، هذه الأشياء التي تشرب.
أشياء أخرى كذلك ممكن تشرب مثل هذه الأشياء التي تكلمنا عنها. يعني هناك توابل كثيرة، لكن نحن في بلداننا لا يمكن أن نشرب يعني هذا الفلفل. الفلفل لا يشرب طبعا، لكن الفلفل يوضع في الأكل، ممكن يوضع في الأكل. الذين ليس لديهم مشاكل على مستوى المعدة، فلفل أبيض وفلفل أسود، في المغرب نسميه الإبزار، هذا يكون في الأكل يعني مش مشكل. لكن أحسن من ذلك، الذين لديهم مشكل مع الإبزار يعني مع الفلفل، لأن لديه مشاكل على مستوى المعدة، فالقبار، في المغرب نسميه الكبار، هذا القبار أحسن، قبار أحسن، يعني أقولها مرتين. هذه الأشياء التي تسخن الجسم: حبوب الكزبرة واليانسون الشمراء وكذلك الكروية، ثم كذلك هذه الحبرشاد والحلبة والأشياء، هذه البذرات، ثم التوابل التي توضع في الأكل مثل الكركم، توابل التي توضع في الأكل من الكركم والفلفل الأبيض والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والكبابة، أشياء هذه اللي عندها مذاق يعني حار وليس مر. هناك المذاق المر، هناك المذاق الحار، نحن نتكلم عن الحار، المذاق الحار. فالتوابل، التوابل والبذرات يعني ركزوا عليها. من النشويات، من النشويات الأشياء التي تستهلك في الخريف، من النشويات الذرة، الذرة تستهلك في الخريف أحسن، الشعير يستهلك آخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف. الذرة تستهلك في فصل الخريف، الذرة تعطي طاقة والذرة تسخن أكثر من الحبوب الأخرى. الفصل الذي تستهلك فيه الذرة هو فصل الخريف وكذلك بداية فصل الشتاء، تستهلك الذرة، الذرة والدخن، لأن الدخن نوع من الذرة، الذرة والدخن، الذرة والدخن يعني مرتين. البقوليات كلها، في المغرب نسميها القطاني، القطنية، البقوليات كلها تستهلك في فصل البارد، الفول والحمص والعدس وهذه أشياء. يعني حساء الفول الآن يجب أن يفطر الناس بحساء الفول، حساء كل البقوليات، حساء الجلبانة أحسن شيء، هو حساء الجلبانة، هذه البازيلاء أحسن شيء. لماذا؟ لأن البازيلاء ليس فيه لكتينات، يعني هذه ربما الفول فيه لكتينات، ولكن البازيلاء الجلبانة هي لا تضر، حتى الأشخاص الذين يشتكون من غازات في الأمعاء، فالبازيلاء الجلبانة فهي أحسن. حساء الجلبانة بزيت الزيتون وتوابل، بزيت الزيتون وتوابل، أن تكتروا زيت الزيتون وتوابل، ويعني حتى الكمون، الكمون الآن يستهلك، الكمون كذلك من الأشياء التي تسخن. ثم يعني هذا من اللحوم، الذين يريدون اللحوم، اللحوم ليست أصلية دائما، لكن أحسن لحم يستهلك الآن هو الدجاج البري وديك الحبش. في المغرب هذا ديك الحبش نسميه الحجل، هذا يعني الدجاج البري والديك الرومي البري، ديك الترك البري، ويستهلك في الفصل البارد. الدجاج البري الآن يستهلك في الفصل البارد، الدجاج البري لا يستهلك يعني يوميا، ولا يستهلك يعني حتى مرة في الأسبوع. الدجاج البري قوي جدا، ها فانتبهوا، يستهلك مرة في أسبوعين ومرة في الشهر، وليس دائما، لأن هناك من استبدل الدجاج المزارع بالدجاج البري، ويستهلك دجاج بري يوميا. الذين يستهلكون دجاج بري يوميا لديهم لقرص بدون أن يذهبوا إلى المختبر، الذين يستهلكون دجاج بري يوميا لديهم نقرس، عندهم القوت بدون أن يذهب إلى المختبر، لأن الدجاج البري لا يستهلك يوميا. ثم الأشياء التي تكلمنا عنها والتي تشرب، يعني أول عشبة تشرب تسخن الجسم هي الشيبة، في المغرب نسميها الشيبة، هذه الشويلاء، الشيبة هي التي الآن تشرب، هي تسخن الجسم وجيدة للأطفال، وتشرب حتى مع الحليب، يعني الماء يغلى الحليب تضاف له الشيبة وتشرب مع الشاي وتشرب على شكل شراب، هذه الشيبة. ثم هناك أشياء أخرى تسخن كذلك، لكن الشيبة هي أحسن شيء بالنسبة للأعشاب، لأن النعناع ينعش، النعناع لا يشرب في الفصل البارد، النعناع لا يستهلك في الفصل البارد 50 مرة، النعناع خاص بفصل الصيف لأنه منعش، لأن فيه تايمول، مادة التايمول. وهذه الشيبة فيها الأبسانتين، والأبسانتين هي من الفلافونويدات التي تسخن الجسم. السعتر كذلك، السعتر يسخن، لكن بعد الشيبة رقم واحد، الشيبة رقم اثنين الصنوبر، الصنوبر كذلك، شراب صنوبر يسخن الجسم، هذه رقم يعني رقم اثنين، ثم يبقى السعتر وأشياء أخرى التي ممكن أن يشربها الناس يعني على شكل شاي، على شكل شاي. هذه الأشياء يعني التي تكلمنا عنها يعني سابقا، لكن فقط نذكر ونلخص للناس
لا ينسوا هذه الأشياء، ونبين دائما لأن هناك نظام غذائي مضبوط، أن لا يبقوا الناس في عشوائية يستهلكون الحلبة في الصيف ويستهلكون يعني النعناع في الفصل البارد. هذه العشوائية كذلك تضر الجسم، فالله خلق الكون في توازن، ويعني وهذا التوازن في الكون هو على حسب الفصول، الوزن في الوقت والوزن في المكان. هناك دول باردة، مناطق باردة، وهناك دول يعني فيها حرارة مرتفعة، الدول الآسيوية فيها حرارة السنة مرتفعة، لكن الدول الاسكندنافية فيها حرارة باردة، يعني كندا كذلك، يعني شمال الولايات المتحدة، هذه بلدان باردة. ولذلك فهناك التوازن في المكان، الذين يعيشون في منطقة باردة ماذا يستهلكون، والذين يعيشون في مناطق حارة وجافة ماذا يستهلكون. يعني فإذا كان شخص يتكلم عن تغذية متوازنة، ونجد دائما كلمة متوازنة، يعني وزارة الصحة الآن في المغرب عاملة حملة لوجبة الفطور بالنسبة للأطفال، نتمنى أن يكون لديها خبراء يبين وجبة الفطور للطفل، وسأرى ما هي هذه الوجبة، وسأتكلم عن وجبة الطفل، وجبة الفطور للطفل لكي لا يضللوا الناس، سأتكلم أنا كذلك، سأقوم بحملة وقد قمت بحملة من قبل، لكن أذكر لكي لا يضللوا الناس فقط، لأن وجبة الطفل لا يقدر عليها أحد. فإن شاء الله، والأطفال الآن في هذا الفصل البارد استهلاك زيت الزيتون، بالنسبة للأطفال استهلاك زيت الزيتون في هذا الفصل، لأن زيت الزيتون يرفع المناعة، واستهلاك الفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والتمر والتين والزبيب استهلك الآن بالنسبة للأطفال وكل الناس ليس الأطفال، استهلاك زيت الزيتون واللوز والجوز لأن فيه طاقة، وفيه طاقة نظيفة، فيه طاقة نظيفة، فيه طاقة قوية، اللوز والجوز فيه طاقة يسخن الجسم، والتمر والتين، فالجوز واللوز فيه دهون، والتمر والتين فيه سكريات طبيعية، يعني هذه الأشياء ترفع المناعة وتسخن الجسم، تعطي طاقة قوية. ثم الأشياء التي الآن يجب أن يتناولها الناس يعني هي هذه، فانظروا هذه الأشياء تنضج في فصل الصيف، تجنى في فصل الصيف، اللوز والجوز والتمور أشياء تجنى لكي يستهلكها الإنسان في فصل الخريف وفي فصل الشتاء. هكذا خلق الله الكون، فقط أن نتبع الناموس الكوني ولا ينقصنا إن شاء الله شيء. لكن هناك من يخلط الأشياء ويتكلم عن طماطم، لكن طماطم لها وقت يا سيدي، الطماطم تستهلك في شهر 6 و7. يتكلم عن بطاطس، بطاطس لها وقت، ثم هذه البطاطس كيف تنتج وكيف تطبخ. ما يتكلم عن بروكولي، يا سيدي بروكولي له مناطقه في العالم، نحن لسنا بلدان بروكولي، نحن لسنا بلدان بروكولي، لكن بروكولي موضة والنساء كلها البروكولي، كل الناس يتكلمون عن البروكولي. بروكولي بالنسبة لي أنا لا أستهلكه ولا أشتريه، وبالنسبة لي لدينا بعض الأعشاب البرية 50 مرة أحسن منه، القرنينة أحسن من البروكولي 50 مرة، لكن النساء دائما تشاهد الفضائيات والتلفزيونات، وشخص يلبس بدلة بيضاء ويتكلم عن البروكولي، بدلة بيضاء ويتكلم عن البروكولي، أين درس البروكولي هذا الشخص؟ انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا للتضليل، انتبهوا جيدا للتضليل. الآن يستهلك حساء الفول أو الجلبان البازيلا، تستهلك عدس كذلك وفاصوليا، هذه البقوليات تستهلك، ذرة ودخن، تستهلك زيت الزيتون لوز وجوز، تستهلك تمور وتين، تستهلك لحم الدجاج البري، لكن ليس دائما، يعني مرة في 15 يوم لما لا. وهذه هي الأشياء التي تستهلك الآن في هذا الفصل، مع الذرة، مع الأشياء التي تشرب، والتوابل والبذرات، يعني مجموعة التوابل والبذرات الآن تنفع في هذا الفصل، تنفع الآن في هذا الفصل. لماذا؟ لأن فيها فلافونويدات والبوليفينولات، وكذلك الفيتوستيرول والفيتوستروجين، أشياء التي ترفع المناعة وتنشط الدورة الدموية وتنشط النظام الأندوكريني. واترككم من هؤلاء الذين يحذرونكم من حب الرشاد ويحذرونكم من الحلبة، هؤلاء لا علم لهم ولم يدرسوا هذه الأشياء. أنا أعلم ما المواد التي تدرس في جامعات في العالم، أنا أعلم ماذا تدرس جامعات العالم، أنا لا أكذب عليكم. هؤلاء لم يدرسوا هذه الأشياء، هؤلاء نقلوها من النت، ولا يعلمون لا حب رشاد ولا حلبة. إياكم وأن يحذركم من هذه الأشياء، الأشياء التي لم أتكلم عنها يعني ولم أحذر الناس منها، فهذه أشياء تبقى صالحة لجميع الناس. ولا يسألني الناس، لأن يعني يسألني الناس، يعني بعثوا كثير من الإخوة والأخوات يبعثوا لي بعض الأسئلة على الواتساب وعلى هذا، سمعنا بأن أوراق الزيتون تضر الكبد، وأنا تكلمت أن أوراق الزيتون قضي الأمر. إذا أردتم أن تتبعوا شخص آخر فاتركوا القناة، وطلبت منكم أن تتركوا القناة، إما أن تؤمنوا بهذا الحديث لأنه يرتكز على علم، والكمال لله، أنا لا أعلم كل شيء، الكمال لله سبحانه وتعالى. هذه أشياء التي تعلمناها، وعلمنا الله كذلك بعض الأشياء،
لكن يعني لا يمكن يعني أن نخون الناس، ولا يمكن يعني أن نحذر الناس من بعض الأشياء ونحن نعلم هذه الأشياء، ونحن نعلم هؤلاء الذين يحذرونكم أنهم لم يدرسوا هذه الأشياء. إلى حد الآن ليس هناك شخص على فضاء يدرس هذه الأشياء، ولو في أمريكا ولو في أوروبا، ولازلت أقولها وأنا أعلم ماذا يدرسون في الجامعات. فقط هذه الأشياء انتبهوا لها، نحن نبين لكم الأشياء بكل بساطة وبكل سهولة، والذين آمنوا بهذا الحديث استفادوا. وأنا جد مسرور، والله جد مسرور أن إخواننا في البلدان العربية الإسلامية، إخواننا في البلدان الشرقية وفي بعض البلدان، وكذلك جاليتنا في الخارج، يتبعون هذا النظام، والذين يعني يتبعون هذا النظام هم الآن بصحة جيدة. الحمد لله، والله الحمد لله. أن تصلني رسائل، وهذه الأشياء التي تشجعنا وتجعلنا نعمل أكثر وأكثر. ولو أعيد الحديث عن بعض الأشياء، ولو هناك تكرار، يعني أتمنى أن لا يكون إطناب، لأن لما نكرر الشيء 5 مرات يصبح إطناب، لكن لا أظن أن الناس يعني سيملون هذا الحديث.